ايه يا سامي بيه؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجه. انا جايبك النهارده يا حمامه عشان نمضي سوا عقد السعاده. نعم، انا اعرف عقد الشقه لا مؤاخذه، عقد النور، عقد عمل في ليبيا، انما عقد السعاده ده عمري ما سمعت عنه. انا عندي فلوس وانتوا ما عندكوش، انا هديكوا اللي انتوا عاوزينه. ادوني انتوا السعاده. يعني لا مؤاخذه، يعني نعمل لك ايه؟ يعني تغزغك ولا نعمل لك عجين الفلاحه ولا لما اكون بتكلم انا الحريم تسكت؟ ايه يا اخي، مش خايف عليك؟ مش راجلي. يو ما خايفه من ايه يا فردوس؟ دي كلمه بقى ما تتقالش من اصل. خليك معانا يا باشا، احنا صحيح ناس غلابه لكن ما حدش يقدر يكرتنا على قفانا ولا يدوس لنا على طرف. اما كان بقى سيادتك يعني انت والبهوات مزاجكوا رايق وليكوا كيف تتريقوا علينا والبت دي، فبلاش لان لحمنا مر. يا ابني افهم، انتوا تكرهوا ان انا ابقى سعيد؟ لا يا بيه، معاش اللي يكرهك. ما قلت لك اسكت يا بت. لا يا باشا، خلاص هندور على السعاده سوا. انت راجل جربت الدنيا وعشت الحياه بشكل مختلف، لك مغامرات انا نفسي عمري ما عشتها، عايز اعيشها معاك. لو خليتني سعيد هديك كل الفلوس اللي في العقد، بس بعد ما تمضيه. اخاف امضي لا تدخلني السجن. جدع يا اخويا، انا قلبي مش مطمن. يا ابني انا عمري ما اذيت حد، هاذيكوا انتوا ليه؟ اقرا العقد يا استاذ امين شربت لي. بسم الله الرحمن الرحيم. انه في يوم 21/4/1993 حرر هذا العقد بين ثابت وابن الدهشوري طرف اول، وحمامه فاضل السهاجي الشهير بحمامه النسر طرف ثاني ونص على البند الاول. يقوم الطرف الاول باصطحاب الطرف الثاني الى اي مكان يرغب، ويطلب منه دون قيد او شرط القيام باعمال يبغي فيها الطرف الاول الوصول الى حاله من السعاده والرضا، وهو المسؤول عن تقرير مدى سعادته. البند الثاني، اذا تحققت هذه السعاده واقر بها الطرف الاول، عليه ان يدفع للطرف الثاني نظير مصاحبته 100,000 جنيه مصري لا غير، وشقه يختارها الطرف الثاني لا تزيد عن حجرتين ودورة مياه بلوازمها في احدى المدن الجديدة، وذلك للحد من ظاهرة تكدس السكان بالقاهرة. البند الثالث، اذا توقف الطرف الثاني او امتنع عن اداء المهمة او الدور الموكول اليه، التزم بدفع تعويض قدره 10,000 جنيه الى الطرف الاول نظير ما اصابه من اضرار نفسية. البند الرابع، يختص بهذا العقد عند الخلاف المحاكم. مش فاهم اي حاجه. افهمه ايه تاني ده؟ امضي امضي يا استاذ حمامه، صدقني مش هتندم. انا كتبنا قالت لي زمان من جبل السعيد يسعد. ماشي ما تمضيش، عايزاك. ما صدقت هتمضي وتبصم؟ عايزاك. تعالى. ايه في حاجه؟ ايه بقى حكايه الشقه وال100,000 دول؟ الدنيا هتضحك لنا يا بت. لا يا اخويا، هتضحك لك انت لوحدك. عايز تتجوز عليا في الشقه الجديده؟ حكمان عارفاكوا يا رجاله، الفلوس تجري في ايديكوا تتجنني. يا بت هفهمك على كل حاجه بعدين بقى، في ناس غرب. لا غرب ولا قرب، الست زي الراجل. الست فاتن حمامه قالت كده في الاستاذه فاطمه. الاستاذه فاطمه مين يا بت دلوقتي؟ عيب الناس مستنيه. همضي معاه. ايه يا جماعه؟ في ايه؟ لا مؤاخذه، يعني عايزه امضي معاه، يعني نكون مع بعضينا في العقد. خلاص خليها تمضي ونبقى نضيف اسمها بعد كده. يا سيدي مفيش مانع. اتفضل.